موقع أنا السلفي. الصلاة هي القاسم المشترك بين أنواع عبودية الكائنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. أي قد علم كل مصل ومسبح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه. والجن أيضا مكلفون بالصلاة كالآدميين، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والملائكة يصلون، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجداً.